في حادث يرتبط بقضية الإسلاموفوبيا، أبلغ صاحب متجر لبيع المواد الغذائية الحلال أبلغ شرطة مدينة لندن أونتاريو بواقعة وضع جثة خنزير على جانب متجره من قبل مجهولين، ما أثار قلقه والعاملين في المكان تحسبا من أعمال عنف بدافع الكراهية قد تعقب الواقعة المشار إليها. في صباح الرمضاني كان كل شيء يسير بوتيرة طبيعية في هذا المتجر المتخصص ببيع المواد الغذائية الحلال في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، غير أن الأمر لم يدم طويلا. جينا الصباح طبعا دابين يعني خنزير كامل مشوي مع راسه مع كل شيء، مو عند المدخل بالضبط، شوية يعني على الجهة اليسرى عند العرباين وعند مكان مال بيع الايس يعني الثلج. فحقيقه احنا ما شفنا من البدايه، بالعشرة الصبح شاف احد الموظفين فبلغني قال لي ترى اكو هيك حاله، فانا من سمعت الحاله تصرفت تصرف لا ارادي انه راسا قلتهم شيلوه ذبوه بالجاربج، لان تعرف ذبه بالزباله ما يصير انه هذا الشيء قدام محل حلال. فانا بالبدايه يعني الموضوع كثير ازعجني حقيقه، تخوف يعني هي الشغلات تصير قلق يعني وخائف حقيقة يعني. السيد حسام العاني وهو صاحب المتجر كان افتتح مشروعه هذا قبل سنوات قليلة بعد انتقاله وعائلته من مدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك إلى مدينة لندن. أنا كنت في مونتريال ساكن فترة يعني تقريب 6 سنين. حقيقة مونتريال بلشت موضوع التفرقة العنصرية والديسكريمينيشن اللي احنا نسميها الطائفية، ففكرت أطلع من المدينة بسبب هذا الموضوع، واختاريت مدينة لندن باعتبار يعني مدينة هادئة صغيرة ما بيها هاي الحالات حقيقة. عدم وجود كاميرات مراقبة في هذا الجانب من المتجر ساهم في إخفاء هوية المنفذ حتى الآن، لكن شرطة المدينة أكدت أنها ستقوم بفحص الكاميرات الأخرى الموجودة في المنطقة في محاولة للاستدلال على هوية من قام بهذا العمل. خبر الحادث سرعان ما انتشر بين أوساط المجتمع المسلم في المدينة الذي يشكل تعداده نسبة كبيرة من إجمالي سكان لندن. So we're able to go up against and combat against any challenges or any types of adversity we feel, because we know that we are acting in accordance to what is right and what is just, as well as upholding the strong Canadian values that are you know transmitted through our actions and that in which we are both recommended and entitled to. So we stand firm in our faith and we stand with our sense of resiliency of support with one another. وحتى كشف ملابسات واقعة المتجر والدوافع من ورائها تساور المجتمع المسلم في لندن شكوكا من أن يكون العمل ضمن ما يعرف برهاب الإسلام. I don't think that Islamophobia will ever go away. I don't think that we'll ever be able to eliminate it 100%. What we can do is make more efforts to reach more people. Being insular and closing yourself off from the community doesn't help us build bridges. Even in the face of such challenges, we need to go further and do more and work harder to achieve a greater harmony inside our societies. وتأتي حادثة المتجر بعد أسابيع قليلة من الحكم في قضية قتل عائلة أفضال المسلمة في المدينة ذاتها بشكل متعمد وبدافع الكراهية بحسب ما أثبته القضاء. رزوان الشمري، أومني نيوز، لندن.